شركة الإعلام بتاعت النهاردة اسمها سي بي ام اوزد. الشركة دي بتتميز بسي بي ام عالي جدا، زائد ان هي عبارة عن الإعلانات بتاعتها عبارة عن بوب اندرز بس، تمام، مفيش ولا بانر ولا أي حاجة. البوب اندرز بيتميز بإن البوب اندر بيبقى السي بي ام بتاعه عالي جدا جدا جدا، بيصل إلى 10 دولار و15 دولار كمان بالذات في الشركة دي. فهي شركة كويسة جدا، تقدر الناس المبتدئين والمحترفين يستخدموها بسهولة. نخرج عشان نسجل في الشركة من الأول، تمام، مدينا خرجنا كده ونعمل كليك هير تو لوجن. بعد كده هنبدأ، يعني عشان داخل على الببلشر فنكتب سي بي ام وزد، تمام، وتخش على الشركة دي. الشركة تمام، أول حاجة هتضغط على ببلشر عشان يدخلك على التسجيل بتاع الببلشر. هتكتب هنا أول حاجة الإيميل، وبعد كده تعيد الإيميل، تحط الويب سايت بتاعك. بيقبل أي ويب سايت، أي ويب سايت تتخيله بيقبله، تمام، ويكس، بلوجر، ووردبريس، أي ويب سايت بيقبله. فون، اكتب أي رقم تليفون، وهنا حط يعني بتاعت البلد بتاعتك. أنا مثلا كايرو عندي زائد 2 مثلا أهي كده، والباسورد. وبعد كده تحط ايميل، نيم، اسمك. هنا بتحط باسورد ضروري، يعني لازم تكون عارف الباسورد. وهنا نيم تكتب اي اسم، وهنا اي اسم اللي هو الكومباني تكتب اي حاجه، والادرس اكتب اي عنوان، والسيتي اكتب اي مدينه، والستيت اكتب اي حاجه برده، ما تسيبش حاجه فاضيه، اكتب اي حاجه. وهنا الزد اي بي كود، اكتب زد اي بي كود بتاع اي بلد في دماغك. وهنا حط اي بلد انت عايزها، يعني الحاجات دي كلها ملهاش اي ستين لازمه. وهنا تكتب الكود ده، يعني F4T مش عارف ايه، تكتب الكود اللي هيديهولك، طبعا بيختلف من اي حد لاي حد، تمام. بعد كده نخش هنا على الشركه عشان نعمل لوجين. طبعا بيبعت لك رساله فيها اي دي، وبيقول لك خش بالاي دي والباسورد. فانت هتيجي هنا عند الصفحه دي وتضغط على ببلشر من الجنب هنا، تمام. هتضغط هنا على الاي دي، هتكتب هنا اي دي اللي مديهولك والباسورد. انا الاي دي بتاعي اللي هو بعتهولي 6504، تمام، وتكتب هنا الباسورد. بعد كده تعمل لوج ان. ونبدا في شرح شركه الاعلام بتاعت النهارده. اولا دي واجهه الببلشر بتاع شركه سي بي ام او زد. زي ما انتم شايفين في الهوم والماي اكونت، طبعا دي اللي بتعدل فيها الحاجات بتاعت الاكونت، والسايتس دي طبعا الصفحات بتاعتك، والريبورتس بيديك الاحصائيات بتاعت الاعلانات، والسبورت عشان لو عايز تكلم حد من الشركه، والمسج، تمام، ده برضه عشان يعني لو عايز تكلم حد من الشركه، وهنا اللوج اوت عشان لو عايز تخرج من الايميل، تمام. اول حاجه هتعملها هتعمل اد نيو سايت، تمام، هيفتح لك الصفحه دي. هنا هتكتب اسم السايت بتاعتك، وهنا اليو ار ال، طبعا زي ما قلت لك تحط اي سايت انت عايزها، وتكتب هنا اي حاجه، يعني مش لازم تكتب اصلا اي حاجه، تكتب اي حاجه بس ما تسيبش حاجه فاضيه، تمام. وهنا بتحط اللغه، مثلا هنا عندك العربيك والانجليش والفرنش، عندك كل اللغات اللي انت عايزها. بعد كده بتعمل اد، تمام. انا هنا ضفت السايت ولا لا، ثواني، تمام، ضفت السايت، طب هشيلها عشان نضيفها تاني، هنعمل كونفيرم، تمام. وبعد كده نعمل اد نيو سايت. انا هنا هكتب مثلا اسم السايت والادي اليو ار ال، وهنا نكتب اي حاجه مثلا اير ماي، اي حاجه، وهنا نعملها عربيك. وبعد كده تعمل اد، تمام. هنا تمام، انا بقى اصلا يعني شلتها وجبتها عشان الحته دي بالظبط، تمام. هنا بيقول لك سايت كيوردز، لازم تحط كيوردز لها سي بي ام عالي. معظم يا جماعه الشركات الجديده بتعتمد على الكيوردز اللي لها سي بي ام عالي. كل واحد يا جماعه بيخش على موقع هو عارفه او موقع هو واثق فيه بيجيب له كيوردز مظبوطه بسي بي ام مظبوط، فيخش ويدور على الكيوردز بتاعت، طبعا لازم كيوردز متعلقه بالمجال اللي انت فيه، طبعا مجال السايت بتاعك، تمام، ويكون سي بي ام بتاعها عالي. تشوف اعلى سي بي ام وتختاره، تمام. انا هنا مثلا عندي earn money، وبتحط طبعا العلامه دي، لا مش دي طبعا، دي، تمام. ومثلا make money، تمام. وهنا مثلا adsense، وجوجل، وهنا مثلا ربح، ومثلا خلاص كفايه كده. مثلا هم دول مثلا الكيوردز بتاعتي. هنعمل اد، بيقول لك هنا جيت كود، يعني انت مثلا عايز تجيب كود. هنا بيقول لك بانر ادز، طبعا مفيش هنا ادز غير البوب اندر. بوب اندر هاي باي اوت ريت اون سي بي في سي بي ام، تمام.
واضحة يعني السي بي ام بتاعها والسي بي في عالي جدا جدا جدا. هو بوب اندر بيبقى بيصل زي ما قلت لكم من $5 الى $15 في الشركة دي، لان البوب اندر بتاعها بيبقى كويس جدا جدا جدا. تمام، هنعمل نيكست بس. زي ما انتم شايفين بيقول لك حط السايت، هتحط السايت عادي جدا. هي دي يعني برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا. هنا بيقول لك ايه، انت عايز تحط بوب اندر واحد بس ولا كام بوب اندر؟ مثلا انت مثلا نشر موضوع اهو، انا عمال بقرا في الموضوع اللي انت نشره، ظهر لي بوب اندر، يعني اول ما خشيت الموضوع بتاعك ضغطت كده ظهر بوب اندر. تمام، شويه بعد قد ايه بقى يصل بوب اندر بعد كده؟ يعني طول ما هو فاتح الصفحه بتاعتك لو عمل ريستارت هيظهر له البوب اندر اللي انت كنت عامله وانت علمت على الخريطه الاولانيه ده. تمام، طب امتى يظهر له بوب اندر تاني؟ لو هو لسه بيقرا في الصفحه انت هتعملها 6 مينتس. تمام، يعني كل 6 دقائق يظهر له بوب اندر جديد. يعني مثلا انا بقرا في الموضوع قعدت اكتر من 6 دقايق وضغطت هيظهر له بوب اندر تاني، بحيث ان لو حد بيقلب في الصفحه او في الموقع بتاعك تمام وعدى 6 دقايق بيظهر له بوب اندر تاني، عدى كمان 6 دقايق بيظهر له بوب اندر تالت. تمام، اعتقد يا ريت المعلومه تكون وصلت. وبعد كده نعمل نيكست، هتعلم على دي ونعمل نيكست. ده طبعا للموبايل. تمام، بتاخد الكود وتحطه في التخطيط. تمام، هتعمله كده كوبي وبعد كده تحطه في التخطيط. ملحوظه، شركه الاعلان دي مش نصابه او اي حاجه. تمام، يعني الشركه دي تمام. هو في حاجات جديده هنا في التخطيط ولا ايه؟ جددوا المدونة تقريبا. على العموم بعد ما فتح التخطيط هينزل، وبعد كده هنحطه فين؟ في مثلا في اخر المدونه او اي مكان انتوا عايزينه يعني، بس يفضل في اخر المدونه عشان ما بوظت حاجه فوق في الواجهه بتاعه المدونه. يعني محدش يحطه مثلا جنب العنوان او حاجه زي كده، يعني في اخر المدونه كده. وبتشيل مثلا الحته الاخيره دي مثلا خليها كده، بعد كده بتعمل حفظ. تمام، هنعمل حفظ الترتيب. بعد كده نرجع نجيب مثلا بلاش معينه، انا هجيب السايد على طول. تمام، زي ما انتم شايفين، استنى بس ما اتحمل، في بوب اندر ظهر زي ما انتم شايفين اهو، عشان ما حدش يقول لي ده بوب اندر شركه تانية. مكتوب، كان مكتوب يعني دلوقتي سي بي ام او زد. تمام، ده البوب اندر بتاع الشركه بتاعت سي بي ام او زد. تمام، ظهر. تمام، الشركه دي يا جماعه برضه عشان ما انساش، اقل حاجه للسحب هننزل كده تحت بيقول لك هنا $5، انت ممكن تعدلها تخليها $1. تمام، ومثلا كانت هنا $10. تمام، قمت انا شلت الصفر وبقت $1 وعملت ابديت، وعمل ابديت سكسسفولي يعني تمام، تم الابديت عادي. وهنا طبعا يعني عندك بايونير وعندك باي بال. تمام، يعني الشركه جميله جدا، عندك بايونير وباي بال، يعني الحاجتين اللي احنا اصلا بندور عليهم في اي شركه. فانت هتكتب الاكونت بتاع الباي بال او الاكونت بتاع البايونير، وبعد كده بتعمل ابديت وان شاء الله يعمل لك ابديت سكسسفولي، يعني هتقبض من اول $1 بس، وده سهل ان شاء الله. وانا طبعا دي المعلومات بتاعتي. تمام، هنا الريبورتس عشان لو عايز تشوف اي حاجه للاعلانات بتاعتك. طبعا يا جماعه لسه حاطط الاعلان قدامكم، وطبعا انا ما اشتغلتش في الشركات اصلا، يعني زي ما تقولوا كده سايب الموقع الايام دي شويه، مركز في اليوتيوب، وان شاء الله يعني بجهز لموضوع جديد ان شاء الله هيتعمل اول ما نوصل 2500 مشترك ان شاء الله. يعني تقريبا هو الموضوع الجاي هيبقى على يوم هجهزه بكره، والسبت ان شاء الله ممكن انشره. تمام، وفي النهايه بشكركم على المشاهده، يا رب يكون الشرح عجبكم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك معانا في القناه عشان يصلك جديد الشروحات من قناه ارامز يوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.